الغالي على قلوب الجميع وتانية للمضمر حمود بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وانقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن عايض العتيبي. شكرا شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل ترحيب في انطلاقات هذا المساء ومنافساته ورموزه الغالية ضمن هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث تنطلق منافسات سن الثنايا وينطلق رابعي أشواطنا في هذه الأمسية، رابعي تحديات ورموز هذا المساء، شوط خاص بالقعدان العمانيات. نشاهد هذه الأسماء، نتابعها هنا على أرضية ميدان الشحانية، وهذا الحضور من أبناء القبائل هنا على أرضية ميدان التحدي. أبدأ مع البداية، أسير مع شوط الخنجر، الخنجر الفضي هناك في الانتظار. أبدأ مع الذهب، أبدأ مع الذهب، هنا من ينطلق على أول المراكز، سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، هنا يتقدم القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من ميدان المرموم، يتقدم الذهب هنا مع هذا الشوط، مع شوط الخنجر. بينما أتابع ثاني الأسماء، مغادر مغادر، من يغير هنا على الصدارة، القادم في هذه اللحظات من ميدان السيح، القادم من المملكة العربية السعودية، شعار البنا فيصل بن علي بن جابر البنا المري، يتقدم في هذه اللحظات. بينما أتابع مرحبا بالرسمي، يتقدم الرسمي هنا أيضا، القادم من سلطنة عمان شعار علي بن سعيد السيد الهاشمي، يتقدم في هذه اللحظات. حضور من أبناء الخليج، الحرص على المشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية. بينما أتابع رابع الأسماء، مرحبا برزام، من يصل مع رابع المراكز، القادم بشعار راشد بن مبارك بن زايد الخيارين، يتقدم رزام مع رابع الأسماء. بينما أتابع هناك الوصول من لفان، يصل خامسا في هذه اللحظات، علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت، يتقدم في رمز العمانيات، بن حبيش حاضر، هذه الأسماء حاضرة متواجدة في رمز غالي، يتقدمون يتواجدون في المنافسة ضمن هذه الأسماء المتواجدة هنا على أرضية ميدان التحدي. أعود هناك مع البداية والانطلاق الأول، أتابع الرسمي هنا على الصدارة، أبناء السلطنة المتواجدين هنا على البداية، شعار علي بن سعيد الهاشمي يتقدم مع الرسمي على الصدارة على مقدمة الشوط. ولكن الله يا مغادر، مغادر هنا قادم مع هذه اللحظات، ينطلق مع ثاني المراكز بشعار فيصل بن علي بن جابر البنا، القادم هنا مع هذا التحدي. بينما أتابع هنا هناك من الجانب الآخر، الذهب، الذهب حاضر في شوط الفضة، الله الذهب بشعار سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي حاضرا مع الذهب منطلقا في هذا الشوط. بينما أتابع وصل ركن، القادم في هذه اللحظات بشعار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر، يصل ركن، يتقدم مع
رابع المراكز، خامس إلى أسماء، وصول من فتاك يصل شعار الإمبراطور محمد بن علي بن حمد بن قريع، يتقدم مع انطلاقة فتاك مع خامس المراكز، يغير الله يا فتاك في هذا الشوط، في شوط الخنجر ركز وتقدم مع هذه الأسماء. وصول هنا من شهلول أهالي معيذر القادمين مع هذه اللحظات، شعار جبار هنا الحاضر والمتقدم حمد بن غارب السلطان الهديفي بقيادة حمود بن محمد الوهيبي. الله يا الأسماء القادمة والمتواجدة في هذا الشوط، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية هناك والانطلاق الأول مع ركن على الصدارة، يتقدم ركن في هذه اللحظات بن عسيكر نحو الخنجر يا بن عسيكر مع ركن محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري هنا مع البداية وانطلاقة ركن على الصدارة، بينما أتابع هناك القادم بن رشيد يصل يتواجد مع الذهب سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي حاضرا مع ثاني المراكز البنا. مرحبا بشعارك يا البنا المتواجد هنا مع مغادر فيصل بن علي بن جابر البنا المري القادم هنا مع ثالث التحديات، بينما أتابع الرسمي هنا قادم مع رابع المراكز علي بن سعيد الهاشمي حاضر ومتواجد في هذه الانطلاقة. وهناك فتاك يصل يتقدم بن قريع محمد بن علي بن حمد بن قريع قادم مع تواجدي فتاك مع خامس المراكز. الله يا التحديات، الله يا الأسماء الحاضرة في شوط العمانيات، ولكن الصدارة هناك مع بن عسيكر مع ركن راعي العوايد يحضر هنا في شوط العمانيات محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، اسم خطير، يتقدم ركن على الصدارة على البداية، ولكن بن رشيد هنا القادم مع الذهب سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الله الله الله، شعار البنا حاضرا هنا مع مغادر فيصل بن علي بن جابر البنا المري، ولكن أتابع بن حبيشة القادم في هذه اللحظات لفان علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت يصل مع رابع المراكز. الله سلالة لفان التواقيت هنا القادم مع رابع المراكز، بينما أتابع خامس الأسماء وصول من فتاك محمد بن علي بن حمد بن قريع قادم مع فتاك. الله يا الأسماء، الله يا التحديات، شوط العمانيات، خنجر العمانيات مع هذه الأسماء مع هذه التحديات. الكل يراقب، الكل يتابع هذه اللحظات، هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ولكن ركن هنا على الصدارة محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر هنا مع الانطلاق الأول مع التحدي، ولكن الله يلقادم بن رشيد مع الذهب، والبنا قادم مع مغادر، وهناك بن حبيشة مع لفان بن قريع، وهالي معيذر أيضا قادمين هناك مع شهلول. الأسماء قادمة والتحديات في هذا الشوط، ولكن الأمور هناك مع بن عسيك الخنجر يا بن عسيكر مع انطلاقة ركن محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري مع البداية والانطلاق الأول، بينما أتابع مغادر القادم مع ثاني المراكز فيصل بن علي بن جابر البنا المري هنا الحاضر والمتواجد في دائرة المنافسة هنا مع ثاني المراكز، بينما أتابع الذهب
القادم مع ثالث المراكز سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وهناك لفان بن حبيشة رابعا مع لفان علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت، وخامس الأسماء هناك فتاك محمد بن علي بن حمد بن قريع الله. بدأنا بالاقتراب 2 كيلومترات، ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الخنجر، خنجر العمانيات. الله الله، ركن هناك، ركن على الصدارة، ركن يا بن عسيكر. تابع هذا التقدم ولاحظ أسماء قادمة في هذه اللحظات، ولكن ركن محمد بن سالم بن عسيكر هنا مع البداية وانطلاقة الصدارة. الله 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 الله، بدأ بالمغادرة، بدأ بالانطلاق وشعار البنا هناك مع مغادر فيصل بن علي بن جابر البنا المري القادم مع هذه اللحظات. بينما أتابع ثالث الأسماء هناك الذهب سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ولفان لفان قادم علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت والقادم في هذه اللحظات. وصل طويق، مرحبا بطويق موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى القادم مع طويق مع خامس المراكز. وهناك وتابع وصول من شهلول حمد بن غالب السلطان الهديفي، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. الله، اشتدت المنافسة والمنصة بانت، المنصة بانت. الله، يا الخنجر، الخنجر هنا مع لفان، غير لفان على الصدارة، غير على مقدمة الشوط. بن حبيشة، بن حبيشة يغير، يغير مع لفان علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت. الله الله، مرحبا بطويق القادم في هذه اللحظات، موسى بن عبد العزيز الموسى القادم من المملكة، بالتحديد من الرياض، من العاصمة، من العاصمة. طويق، طويق يطوق الميدان، ينطلق بخنجر القعدان، بخنجر القعدان. الموسى، الموسى يحضر في هذا الشوط الرئيسي مع طويق. طويق يغادر، يغادر، يغادر بخنجر العمانيات. سلام على هذا الأداء، سلام، سلام بالشعار الهلالي، بالشعار الهلالي. وعضو العضو ايضا الفعال في نادي الهلال يغادر بناموس القعدان العمانيات الى الرياض، الى العاصمة، الى المملكة بشعار الموسى، موسى بن عبد العزيز الموسى مع خنجر العمانيات، وبتضمير سرحان الجحافي. مشكور يا الجحافي من قدم لنا طويق، طويق هنا بشعار الموسى مع خنجر العمانيات. سلام الرياض، سلام العاصمة الرياض، سلام للمملكة هنا بشعار الموسى. تهانينا والناموس لموسى بن عبد العزيز الموسى، ومشكور يا الجحافي، مشكور يا الجحافي من قدم لنا طويق في شوط الخنجر، خنجر العمانيات الى ابناء المملكة بشعار الموسى. تهانينا والناموس. ثاني المراكز لفان علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابل. ثالث المراكز كان الوصول من متعود علي بن حمد بن راشد بن مقارح. رابع المراكز وصل الشهلول حمد بن غارب السلطان الهديفي، وخامسا كان الوصول من الذهب سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. تابعنا طويق من استطاع أن ينتزع الخنجر، خنجر العمانيات بشعار الموسى، بشعار الهلالي، من حضر في هذا الشوط الرئيسي. وقدم أيضا لنا طويق مع أيضا انتصار مميز وتحقيق أيضا هذا الناموس ليهدي لأبناء المملكة العربية السعودية، وبالتحديد إلى شعار الموسى وإلى العاصمة الرياض. هنا نتابع مشاهدين الكرام لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات وصول طويق إلى خط النهاية، معلن أيضا هذا الانتصار ومنتزعا الخنجر، خنجر القعدان العمانيات هنا بشعار الموسى مع طويق. نتابع التوقيت الزمني ولحظات الوصول، هنا توقيته
التوقيت الأفضل يسجل إلى هذه اللحظات 12 دقيقة 40 ثانية 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك طويق موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، والثانية لسرحان الجحافي. من تابع هذا الشعار الهلالي وناموس المميز في هذا المساء. ثاني المراكز لفان 12 دقيقة 46 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة الناب. الثالث المراكز كان الوصول من شعار بن مقارح ب 12 دقيقة 47 ثانية 63 جزء من الثانية. هناك متعود علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لرابع أشواطنا شلف الإنتاج وشوطنا الخامس بصوت الزميل مسعود الحريري.